السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام. تفضل. كنت أريد أن أسأل عن قول فضيلتكم في إمام يؤم في مسجد للناس في صلاة الفجر ثم يذهب إلى مسجد آخر يتأخر في الإقامة فيؤم بهم مرة أخرى، فهل يصح هذا؟ لا يشرع هذا، لأنه لأن النبي قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حتى وإن كانت جماعة؟ أقول لك هو خلاص، أظن من الشيوخ المرتزقة ولا شيوخ طيبون ولا يعني إذا صليت الفجر. المسجد الآخر هو زاوية صغيرة فلا يجدون من يؤم به أو يذهب يؤم غيره من الذين لم يصلون. شكرا. أنا اشتغل تجارة، يشتغلوها تجارة يا عبد الرحمن.